شفنا مشاهدي قناة شوف تيفي مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر والعاجل من طنجة وبالضبط بحي بن ديبان، حيث خرج العشرات من ساكنة هذا الحي متخوفين بعد تشقق في الطريق الرئيسية وانهيار جزء من هذه الطريق بسبب التساقطات المطرية التي تشهدها مدينة طنجة منذ صباح يومه الجمعة. إذن تخوف في نفوس الساكنة بعد انهيار جزئي للطريق الرئيسية بوشتا حي بوشتا بحي بن ديبان ما بين بن ديبان وبرشيد. إذا مجموعة من الساكنة خرجوا في هذه الأثناء إلى الشارع للتنديد بهذا الحادث. إذا مجموعة من الساكنين القاطنين بهذه المنازل على قارعة الطريق متخوفون من انهيار منازلهم بعد تصدع في الأرضية. إذا مشاهدينا الكرام معنا بعض ساكنة الحي اللي غادي يحكيو شي خليونا نخدموا صاحبي بسهلة اخوتي. هشام اذا نعتذر مشاهدينا الكرام معنا هذا العطب في الهاتف. اذا مشاهدينا الكرام معنا بعض الساكنات الحي فغشكوا عندكم يعني مور صلاه العشاء يعني هادشي هذا وقعنا مور صلاه العشاء يعني هذا ماشي مره الاولانيه وماشي مره الثانيه لان باش كتوقع السيخه هذه بزاف يعني من 2016 يعني 2016 هي يعني كتوقع هاد البرنامج هذا من 2016 2017 حتى 2021 دابا يعني هادشي هذا كنوجهوا هادشي هذا للمسؤولين والجلاله محمد السادس يعني ونا الشركه ديال الامانديس ولا ناد المهندس هذا اللي هندس ذات الشهاده ناد الشارع هذا لان كنوجهوا لهم مسؤوليه لان الضيور والناس في الخطر. علاش؟ لان بيناتنا بين الدار والشارع السور على السور لان على الشارع والشارع هذا يعني خاص يعني كيطلع عليه بزاف. علاش؟ لان عملوا السوق الجمله كيهود منه كاميون كيهود منه بزاف الحاجات الترمايك التروسبوريس التواكسي لان بزاف لان كنوجهوا هادشي هذا للمسؤولين والجلالة الملك محمد السادس لان يعوضنا هادشي هذا لان ماشي مره ماشي جوج هادشي هذا راه هي من 2016 وهي كتكرر يعني يعني السكان خايفين بزاف على الضيور ديالهم على اولادهم وعلى بزاف لان هادشي حاجه يعني وكنطلبوا من هادشي هذا لان يتفاهموا معنا.
يخليكم بالليضه الله يخليكم. الله يرحم والدك الله يرحم باباك. طلعوا ما وقع في هذا الشيء بقينا معزوم مسوانا من هذاك الشيء خاطر بزاف وهذاك ربي حي لينا هذا الوباء. مشاهدينا الكرام، للأسف نحن نتواجد في حي شعبي، إلا أن نسبة الوعي لدى مجموعة من هؤلاء الشباب ما زالوا يستهترون بهذا الوباء كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، دون احترام مسافة التباعد بين الأشخاص للأسف. شوف الناس العاوقين اللي في المستشفى، شوف ديك الناس كبار، شوف ديك الناس كبار. مشيت لعب قبل اللي داز اصفايا الشعبي. اذا مشاهدينا الكرام تتابعونا معنا مباشره من حي بوشتى لحي بن بيبان، اذا انهيار تشقق على مستوى الطريق الرئيسي بحي بن بيبان. إذن أمطار الخير بدأت تتهطل من جديد بمدينة طنجة، وهذه مخلفات الأمطار بعد تشقق انهيار. إذا كما كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام، الأرض اللي سخت بالشتا وعملت حفرة كبيرة وسط الشارع الرئيسي كما تتابعون معنا، خلفت خوف وذعر في نفوس الساكنة اللي خرجوا كلهم في الشارع باش يبددوا هذا الحادث، خايفين على أنهم تنهار أجزاء من أسوار هذه المنازل اللي موجودة على قريعة الطريق. إذا رغم أن السلطات قامت بوضع حاجز بين مكان الحادث، إلا للأسف أن هؤلاء الشباب يستهترون بالحادث. إذا مشاهدينا الكرام سأطل لقطع هذا المباشر من طنجة، تحية لكم وإلى اللقاء.